بيت يا بدعدع. طب خلنا ايه النهارده يا بيت؟ ملوخيه ورز وفراخ. ملوخيه؟ ادي الملوخيه كل يوم ملوخيه يا بنت. في اختراع جديد نزل السوق اسمه بسله او باميه، الناس جربته بيقولوا حلو قوي. اهو اللي بقدر عليه بقى وحياة امك. لسانك منقط سكر. والله بقى لو مش عاجبك اطبخ انت وحياة اهلك. لا حبيبتي انا بكلمك، يعني بقول لك الاكل بتاعك زايد سكر. وبعدين اتصرفي، انت مخك كبير، خدي طبق الملوخيه اللي انت طبقاه ده وروحي للجيران قولي لهم عامله لكم ملوخيه، هيرجعوا لك الطبق مليان، في بقى بسله، باميه، اي حاجه. هو انا بقى كنت مستنيه اخد بمشورتك اياك، ما هو ده اللي انا عملته. امال الملوخيه اللي قدامك دي انا جايبها منين؟ من عند الجيران. نهار اسوخ، الجيران يعني البيت كله بقى ملوخيه، ده بقى اسمه البيت الاخضر. بقول لك ايه؟ كلمت اختك وقلت لها على الحاجات اللي انا عايزاها منها من السعوديه؟ من غير ما اقول لها يا حبيبتي، اختي زهره دي عسل عسل عسل، من غير ما اقول لها هتجيب لنا كل حاجه. نهارك اسود؟ يعني ما كلمتهاش وما قلتلهاش على الطلبات بتاعتي؟ يا نهار اسود ويا منيل وحياة اهلك، مفيش الفاظ ارق من كده مع الملوخيه. ايش عايزني اغني لك؟ بقول لك ايه؟ انت تطلب اختك دلوقتي حالا على المحمول، سامع ولا لا؟ وتقول لها ان انا عايز عبايه، وابوي عايز عبايه، وامي عايز عبايه، وكلنا كمان تجيب لنا جلاليب مغربي، ماشي؟ ايوه بس ابوك وامك عايزين الحاجات دي ليه؟ ابوك وامك المفروض يطلبوا صابون وليف وقطن، الحاجات دي كلها انا هتصرف، هشتريها لهم من العتبه. لا ما ينفعش، لازم الحاجات دي بقى تيجي من السعوديه، ولا انتوا عايزين تفرموا حقنا؟ ما تقول لاختك تحط في عينها حصوه ملح وتختشي. هي ايه عايزه تاكل وحدها؟ لا مش عايزه تاكل وحدها، وهخليها تجيب لابوكي عربيه جمرك بس تحت الطلب. الحاج كلمني في التليفون النهارده وقال انه جاي بكره ان شاء الله. يرجع لنا بالف سلامه يا اخوي. طمني يا استاذ مستصر، كيف صحته؟ الحمد لله. والله هو الحاج بيقول ان صحته دلوقتي زي البوم. ما هو كل ما يتجوز جوازه جديده يقول كده. تقولش احنا اللي جايبينه ورا؟ انا ما اتكلمش في الحاجات دي يا ست فهيمه. المهم هو بيقول جهزوا جناح الملكه. شو قلت؟ شو هذا جناح الملكه؟ الجناح اللي هتنزل فيه الحاجه زهره. الهي ما تاوعى تنزل ولا تطلع. لك هو مو قال انه بده يسكنها لحاله؟ ايوه بس الفيلا اللي هو اشتريها لها لسه ما جهزتش، اصله بعيد عنك يعني واخدها على المحاره. فيلا؟ بقى البنت الممرضه اللي ما تتسمى دي هتنزل في فيلا لوحدها؟ والله يا عالية سفارك، ايه دي سحراله دي ولا ايه؟ شو هي سحراله؟ مش عارفه، استعبطي يا اختي، زي الحركات اللي كنت بتعملها لي لما الحاج اتجوزني عليكي. ايوة تقبري قلبي الهي، هلا فهمت عليكي. ايه رايك بقى يا زهره في شهر العسل ده؟ مبسوطه قوي يا فرج، ما كنتش متخيله ان انا هبقى سعيده بالشكل ده. اول ما نزلت من الطياره قلبي كده انشرح وحسيت بنور. تصدق بقى يا حاج انا ما كنتش عايزه ارجع. خلاص بسيطه، ليك عليا يا ستي كل اول شهر ان شاء الله ناخد بعض ونطلع عمره. يا ريت يا حاج. بقولك يا فرج، هو انت عملت كده مع حريمة وفهيمة؟ لا 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 لا، انت بس. اشمعنى انا بقى؟ لانك انت اللي دخلت قلبي بجد، عشان كده قلت نحج مع بعض عشان تبصمي على قلبي بالعشر. وانت بقى مش ناوي تبصم بالرابعة علينا؟ اتعمي قبل ما اشوفها. بعد الشر عليك ما تقولش كده، ان شاء الله اللي يكرهوك. مبسوطة يا زهرة؟ اقولك بصراحة في الاول كنت قلقانة قوي، بس دلوقتي مبسوطة قوي الحمد لله. مش انا وعدتك انك مش هتندمي انك تتجوزيني؟ انا كل همي في الدنيا ان اسعدك يا زهرة. افرش الهنا تحت رجليك واقول لك دوسي عليه يا حاجة زهرة. ربنا يخليك لي يا حاجة فرج. اتفضلي. Thank you.
تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يا ساتر يا رب، ايه المقابلة الحزينة دي؟ مفيش مبروك، مفيش حمد لله على السلامة، مفيش زغروطة. طب يا حاج عدم مؤاخذة، مش عايز مننا أي حاجة تانية. شكرا يا منتصر، اتكل على الله انت شوف شغلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى سلموا، خدوا بركة الحاجة. أهلا يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طب وليها بنفس؟ تعالي بقى سلمي على الباقيين عشان ياخدوا بركتك. ماشي حاجة. سلموا يا بنات. أهلا أهلا يا حلوين. مبروك. الله يبارك فيكي. بقول لكم ايه، الشنط اللي هناك دي ما حدش يفتحها لغايه الحاجه زهره ما تفتحها بنفسها وتدي كل واحد هديته. مفهوم؟ مفهوم يا حجي. جناح الملك جاهز؟ جاهز يا حجي. انا اللي جهزته بنفسي. طب يا ستي كتر خيرك، احنا هنطلع فوق انا والحاجه، بعد ساعه الغدا يكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم يا حجي. اتفضلي، شرفتي ونورتي مطرحك. بابا دي طلعت حلوة بشكل ده. بابا ده طلع جامد قوي. بس عشان يسمعونا. وايه يعني لما يسمعونا؟ مش احنا بنقول الحقيقة؟ دي طلعت كده.